ہمیں عالم و قاری حافظ قرآن بننا ہے، مدرسہ اکرما میں ہم کو بھی انسان بننا ہے۔ التوراة فيها هدى ونور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ودخل معه السجن فتيان، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما،
صدق الله.